السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، كيف الحال؟ شو علومكم؟ شو اخباركم؟ طيبين؟ يلا حيهم. شو علومكم؟ طيبين ان شاء الله. بطل في ثري رجتنا بعد تقريبا انتظار طويل. لعبة واعدة. قبل لعبة واعدة، شو لعبة واعدة؟ على طول لعبة واعدة. قبل لعبة واعدة، ان شاء الله اليوم ان شاء الله بالكثير او بكره سافر السعودي ان شاء الله بمشيئه الله، راح يكون مدشن ان شاء الله وشغال، نفتك من اللاج السيرفرات الاجنبيه ومن غث اللاعبين الاجانب المنوبه هذول. في البدايه 6 ايام تقريبا باقي على نزول كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3، شريها وان شاء الله بكل نهاية سيرفرات السعودية. وغير كذا الله يجزاه خير بمباركة ابو خطاب وبقيادة الله يجزاه خير ابو سالم. واضافة على هذا، بما ان ملفات السيرفر مجانية فبحاول ان شاء الله، اخوي عندها فايبر، اتصال فايبر، فبحاول اسوي سيرفر على جهاز اخوي، بما ان اخوي ان شاء الله كاش بأدفع ربع فاتورة وبأقنعه النوب انه احط سيرفر عنده وبنزل بطل في كول اوف ديوتي 3. انا اقول ان شاء الله كول اوف ديوتي لعبها ان شاء الله، اتوقع الله اعلم انها بتكون فانتاستيك بعد عروض بطل في 3 وبعد مشاكل بطل في 3 معها. اتوقع انهم بيظهرون بصورة افضل، توقع كذا، واتوقع والله اعلى واعلم انه بتكون هذه اخر نسخة بالمحرك هذا. اتوقع ان شاء الله اذا كان في محرك جديد بينزل في النسخة الجديدة. بطل بي ثري انا بالنسبة لي انا اقول لعبة من القلائل، من القلائل صراحة، جماعية، جرافيكس، جيم بلاي حلو، بس يجيب هاللاج. ما في سيرفر سعودي تقريبا. الحاجة الثانية عندك الجانب شغلهم ار بي جي، يمرضونك صراحة. حبيت بس اسولف معكم ندردش، ما عندي معلومة معينة بذكرها، لكن شيء جديد ان شاء الله. انا مقل بالنسبة للفيديوهات، الكلام والسواليف هذه ما اجيدها بقوة، لكن ان شاء الله في الايام الجاية شوف اللاج. ايوه زي ما يقول اخونا سيجامر تو بيسز، اقول هنا درزن بيسز. ايوه اعطي يا شيخ، ابعدي. اصبر 5 ثواني، اصبر. ترى هذه مو مني، هذه في الفيديو اساسا، حتى قاعد اضرب الكيبورد. يعطيكم الف عافيه يا شباب، يلا السلام عليكم.